أنا وصغيرة كنت أحلم صير رائدة فضاء، كنت كتير طموحة، لكن بدي أهرب من كل هالكوكب تبطل أوجع. هلأ بعدني طموحة، بس اكتشفت بعدين أنه أنا بدي أكتب، بس بدي أكتب، ما بدي شي تاني. ممكن أغضب أو أضحك أو أبكي أو جن، مش مهم، مهم حس أني عايشة مش عم بتفرج على الحياة. ساعتها بكون قادرة أني أعطي، قادرة أني أكتب.